احتج المقصون من السكنة الاجتماعية ببلدية سيدي الحسن بولاية سيدي بلعباس، وذلك بعد إصدار قوائم المستفيدين من السكن التي جعلتهم يثورون غضبا ويشلون الطريق الوطني رقم 7. المشكلة تاعنا هذا هو تاع السكن اختي، على رانا دايرينه خاطرش كاين واحدين عمرهم هم ما يستاهلوش مون بامير عطاوهم، كاين لي زوج خوت يدو تلت خوت يدو، والمغبله اللي ساكنين اختي في واحد المرحله دي ما تقديش توصلي وتركبي وتشوفي عليهم ما داوهاش، وكاين اللي راه داي اختي ومبلعها، وكاين اللي راه كاريها، وكاين اللي بغى يبيعها وما بعتهاش، المغبله اللي راهو تشوفي فيهم هنا ما استاهلش مات، علاه مانيش عارفين، ميت عليها مليون ونص شاهد كيما راهم يقولوا هما، مليون ونص ميت عليها، احنا ورانا احنا زوج خوت ما ديناش 50 عام، انا شندير بها؟ درت الدوسي اللي ورد موه راني في 20 عام بالك 50 عام شندير بها دوكا، انا شندير بها؟ ترسل 60 عام انا هنديرها على ولدي وصاي نديرها على ولدي، ولا ما اسيدي غير يبيعوني انا يبيعوني يعطيني غير حقي، لا خدمه لا سكنه لا والو، احنا منين جينا وين رانا؟ احنا جزائريين، احنا شكون؟ ما عرفناش. كما طالب المحتجون خلال استطلاعنا لارائهم تدخل والي الولايه والنظر في حالتهم المزريه. بنتي الربعه بنت جندي محقه في قربي تعديس، في قربي تعديس 2004 في 2000، وكيل الله حسب الله ونعم الوكيل، داوها العتاب تبدل ليه حبونا ليه تبدل غير مسكين ما داش مسكين، مساكين ما داوش، مساكين ما داوش 2004. راه نقول لك صحاب الحق، راه نقول لك احنا من الستينات في ذا الفيلاج ما ديناش السكنه، يجيبوا بوا ما داش دار دوسي 70 عام هنايا وحنا سته ما كاش لي دا، وراه نقول لك عندنا واحد اونديكابي ساكن في الخلا وعنده ولد كان يمرض عنده 85%، والله ما داش حنا كي حقنا الموصل العظم راه جينا نطلبوكم انتم تبلغونا الرساله للوالي والوزير الساكن، كل يوم يقولوا خطره جايه، كل يوم يقولوا خطره جايه، حنايا هذه لا ليست ما راهاش عجبتنا، كاينين ناس راها تستاهل في ديال لاليست تستاهل، وكاينين ناس خرجوا فرحنا لهم وكاينين ناس ما يستاهلوهاش. بدورنا توجهنا الى الجهات الوصيه ولم نتلقى اي رد.